السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة مساء الأخبار. في أول أيام رمضان وأول سحور في رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين، متابعين مع حضراتكم كل ما هو جديد في الوطن العربي والعالم كله. في بداية هذا الفيديو لا تنسى الاستغفار في التعليقات والدعاء، وكمان اكتب لنا يعني رمضان كريم لكل الناس اللي بيشوفونا، وما تنساش لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات، ده تقديرا للمجهودات اللي بنقوم بيها على مدار الاربعة وعشرين ساعة. زي ما حضراتكم شايفين على ايدينا اليمين في زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر بيضرب بابوا غينيا الجديدة، ده منذ دقائق، ولسه هنشوف مجموعة في الوقت الحالي. بكلم حضراتكم النهاردة الخميس 23 مارس 2023، والساعة دلوقتي 3:38 دقيقة بالظبط بتوقيت مصر. طيب ادي زي ما حضراتكم شايفين كده، ده المركز الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بيقول ان في زلزال منذ قليل 5.7 على مقياس ريختر في هذه المنطقة اسمها بابوا غينيا الجديدة. وادي الخريطة اللي على ايدينا اليمين، ولكن لسه هنشوف حاجات تانية على الخريطة اللي على ايدينا الشمال من ناحية اخرى. كان قد ضرب زلزال 6.5، وده احنا تابعناه مع حضراتكم زلزال الارجنتين وغيرها من الزلازل، ولسه هنشوف يعني في زلازل بتحصل في هذا التوقيت او في يعني اليوم الخميس. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم غير هذا الموضوع، واتكلمنا امبارح في نفس التوقيت تقريبا عن زلزال مصر اللي كان في أسوان، وقبل ما ينزل عنه اي انباء كنا اول ناس تنقله لحضراتكم. فتقديرا لهذه المجهودات ما تنساش تشترك في القناة لو انت لسه جديد، وكمان تفعل جرس التنبيهات ده لو حبيت يوصلك مننا اشعار بكل جديد. هنشوف هنا في ملاطيا في دلوقتي حالا او من 16 دقيقة من وقت ما بكلم حضراتكم في هزة ارضية اخرى، والاسكا بنفس تقريبا الدرجة بيحصل فيهم هزات ارضية في الوقت الحالي. لكن في كارثة لسه هنشوفها في امريكا يعني بعد دقائق في هذا الفيديو، شيء من الاشياء الغريبة يعني بيحصل على مدار اليوم. كمان في ايطاليا بيحصل هزة ارضية بسيطة ولكن في هزات متكررة، يعني شايفين ادي واحدة في ايطاليا من 23 دقيقة، وواحدة تاني تورينو 1.7 على مقياس ريختر، وملاطيا ايضا بعض الهزات الارضية زي نيوزيلندا دي مليئة بالزلازل في الوقت الحالي او في هذه الايام. وانا بكلمك دلوقتي في هزات وبعد ثواني وقبل ثواني وساعة فاتت يعني مليئة بالهزات. نسأل الله الرحمة للعالم كله. ادي هاواي فيها هزة ارضية 1.99، يعني دي ما ظنش ان في حد هيحس بيها خالص. اندونيسيا ايضا مليئة بالهزات الارضية، انا بجيب لحضراتكم ده كله اخر تحديث وعايزكم تاخدوا بالكم من التوقيتات اهو 40 دقيقة، وادي الهزة الارضية اهو، علشان بس يعني بقول لحضراتكم اللي بيحصل لحظة بلحظة. ايضا هنشوف لسه شيء من الاشياء الغريبة في حتة اللي اسمها بابوا غينيا دي الجديدة او نيو غينيا، هوريها لحضراتكم مليئة بالهزات الارضية يعني القوية دي الفلبين. خلينا نجيب بابوا غينيا دي عشان الحتة دي برضو دي طلعنا في المقدر جديد اهي، زي ما حضراتكم شايفينها كده على الخريطة، دي الهزة الارضية اللي احنا لسه متكلمين عليها بالمصادر، وحواليها يعني منطقة اسمها جيابورا دي برضو عاملة زي نيوزيلندا كده جزيرة ومليانة، يعني عايز تقول قول مليانة 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 من الزلازل، يعني حاجات يعني ما اعرفش. ادي اندونيسيا، طبعا الاماكن دي في اسيا مليانة بالزلازل انا عارف كده كويس، وكمان استراليا عشان بس بيتابعنا جالي عربية من استراليا
في هزة أرضية عندهم 4.7 على مقياس ريختر، قريبة من الساحل لكن غير مؤكدة. وفي هزة أرضية أيضا قريبة من سيدني في حتة اسمها دالتون، ولكن زي ما بقول لحضراتكم أنا أو غيري طالما ما جبتش المصدر زي كده ما تصدقنيش. أنا بقول لك ما تصدقنيش حتى لو الخريطة دي قالت كل الكلام صح، إلا لما يكون فعلا الموضوع نزل وموثق على كل المواقع. ده علشان المصداقية، والناس لما بتعرفنا كويس بتبدأ من وقت للتاني يعني بتشاركنا بآرائها المحترمة. ولكن كل هدفنا هو الدعاء والاستغفار، وكمان تكتبون رحمتك يا رب العالمين، لأن بالفعل في هذه الأيام نطلب الرحمة للعالم كله مش لدولة معينة ولا بلد معينة. زي ما انت شايفين كده هنا في الفلبين برضو 3.3 على مقياس ريختر، وأيضا كهرمان مرعش ده من ساعة، وهاتاي وألاسكا، كل هذه الأماكن، وادي تشيلي. بصوا تشيلي مليانة برضو يا جماعة بالزلازل، ادي دولة تشيلي هاي. طبعا ولا واحد عربي بيشوفنا من هناك، ولا واحد من تشيلي حتى يعرفنا، لكن احنا بنقول ده علشان الكرة الأرضية بتتغير بتنتفض. وده اللي انا بقوله لحضراتكم من ساعة ما عملت هذه القناة، الأرض بتتغير، الطبيعة بتاعت الأرض بتتغير. طالما عمل كده بقى في أبديت، ده لا دي ولاية في أمريكا هزة ما كملتش الواحد ريختر يعني لا تذكر. أيضا اليونان، اليونان أنا عملت هزات أرضية وجبت لحضراتكم المصادر، وناس كتير بتقولي ما حصلش حاجة في اليونان. قدام حضراتكم أدي اليونان، ولكن أنا ما بجيبش أي شيء غير بالمصدر، يعني آخر حاجة إنك تشكك في الكلام اللي أنا بقوله، لأن أنا بقولك ما تصدقنيش لو أنا مش جايب مصدر. لكن في الفيديو اللي فات كنت جايب لك مصدر عن اليونان، ففي ناس كده مش حابة إن إحنا يعني يكون لنا تواجد أو معرفش. لكن أنا عن نفسي بحب كل الناس اللي بينتقدني واللي بيحبني واللي ما بيكتبش أصلا تعليقات واللي بيكتب، ولكن مفيش حد الناس كلها تتفق عليه، وأنا فاهم ده كويس جدا. واللي حابب طريقتنا وحابب قناتنا على رأسنا من فوق، واللي مش حاببها برضو على رأسنا من فوق، بنوجه له الاحترام والتحية. ويعني هدفنا هو أن كل الشعوب العربية تتجمع بلغة واحدة، لغة المحبة والسلام وتمني الخير. أنا ما بقولكش ادعي على حد، ده في ناس لو أنا قلتلها كده هتبقى مبسوطة، لكن أنا ما بقولكش ادعي على حد، ولا أنا بقولك هات سيرة حد أو تمنى الأذى لحد. بالعكس أنا لا أتمنى يعني الأذى أو الشر لأي أحد، لأني لا أتمنى أن ده يحصل معايا. يعني هي مفروض دي القيم اللي الواحد يتربى عليها. أدي بابوا غينيا، دي المنطقة اللي بقول لحضراتكم عليها، أو هذه المنطقة يعني درجة الريختر بتاعتها 5.7 قوية، وحسوا بيها والناس كلها كانت خايفة في بابوا غينيا. والمنطقة دي برضو أو البلد دي مليئة بالهزات الأرضية، وأدي استراليا كمان بتسجل هزات تانية، أدي برضو زي ما حضراتكم شايفين. لكن يعني لو في حد بيشوفنا من استراليا او اي دولة يا جماعة، فرنسا حصل فيها وسويسرا، اي حد بيشوفنا في البلاد دي اكد لنا اللي حصل، يعني تأكيدا لهذه المصادر. وعمرنا ما جبنا حاجة من هذا الموقع الا وطلعت بالفعل 100%، لكن جل من لا يسهو. وادي كمان الارجنتين، برضو الارجنتين طلعنا في المقدر جديد. الواحد ما كانش بيسمع عن الارجنتين دي غير في الكورة، يعني الناس اللي بتحب الكورة ما تعرفش الارجنتين دي عن طريق الكورة، لكن ان احنا نسمع هزات. بصوا الفلبين تحت ايه كم 5.6 على مقياس ريختر، يعني حاجة بصراحة. عشان الناس اللي بتقول انتوا بتبلغوا بتقولوا بتعيدوا بتزيدوا، لا احنا ما بنعيدش ولا نزيد، هي الاحداث اللي متشابهة، الاحداث اللي بقت غريبة وعجيبة. والارض ادي كمان يا جماعة استراليا اهو، هزة ارضية قوية جدا،
ادي 4.7 على مقياس ريختر من ساعتين في استراليا، وانا هحاول اشوف لحضراتكم مصادر علشان فعلا كده في هزة كبيرة في استراليا. زي ما انتم شايفين كده على ايديكم اليمين من ساعة واحدة ادي زلزال نفس التوقيت اللي جبناه لحضراتكم على الخريطة، زلزال قوي في استراليا، وياريت الجالية العربية اللي بتشوفنا من استراليا من دولة استراليا يعني العرب كلهم اللي موجودين هناك يكتبونا، لان ادي لسه منزلش على اي موقع عربي، ده موقع متخصص بتاع زلازل يعني اجنبي ايضا بيجيب هذه الاشياء، او زي ما انتم شايفين كده earthquake recorded at منطقة اسمها في لندن رانج in south استراليا. فيعني ياريت العرب اللي موجودين هناك يطمنون عليهم. وادي مناطق كتير بيحصل فيها مجموعة كبيرة من الزلازل، نسأل رب العالمين الرحمة، لان بالفعل زي ما حضراتكم شايفين مجموعة كبيرة جدا من الزلازل، وناس كتير بتبقى قلقانة وناس خايفة. بصوا كمان حتى المنطقة اللي فوق المغرب بدأت تنشط، اللي فوق المغرب، وادي الحسيمة ولا دي اسمها ايه، منطقة ايه في المغرب، ايوه ادي المنطقة دي، لكن هي هزة ارضية يعني لا تذكر. استنى اقول لحضراتكم 2.2 على مقياس ريختر، اظن ان مفيش حد حتة اسمها تزوخت الاعلى، تزرخت الاعلى، طبعا يعني اعذروني اهل المغرب لو كنت بقولها غلط، الاسماء ممكن تكون صعبة شوية، ولكن بوجه التحية والاحترام لاهل المغرب. دي هزة بسيطة وان شاء الله لا يحدث الا الخير. زي ما قلت لكم المنطقة اللي فوق المغرب هي لما بتنشط كل الزلازل بتنشط فيها، فلا نتمنى الا الخير للدول العربية وغير العربية والعالم كله. ومرة تانية اي حد من اي دولة بيشوفنا يكتب لنا في التعليقات لو حس باي هزة ارضية، احنا على مدار اليوم عشان نتابع دولتك، كل الناس اللي كتبت لي في الفيديو اللي فات متابعين مع حضراتكم لحظة بلحظة. حاجة تانية مرتبطة بالدول العربية، امريكا منزعجة من الغاء قانون اسرائيلي بيحذر او يحظر الاستيطان في شمال الضفة الغربية. افتكروا الكلام اللي انا هقوله ده، معرفش انتوا بتشوفوا هذا الفيديو لحد التوقيت ده، لكن انا حاسس والعلم عند رب العالمين، انا حاسس والعلم عند رب العالمين، حط تحتها 100 خط يعني خلاص النهاية قربت. نهاية مين؟ نهاية الكيان في فلسطين. ناس كتير هتقول لي ده حلمك وانت بتحلم بده وانت عايز كده وانت، لكن احساس كبير جدا 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 ان فرج ربنا قريب لاهل فلسطين، فرج ربنا قريب لاهل فلسطين. الله اعلى واعلم ايه اللي ممكن يحصل. انا متابع جيد لكل الموضوعات اللي بتحصل على الاراضي الفلسطينية، ومن خلال هذه المتابعة بقول لك خلاص هانت فرج ربنا ان شاء الله، ان شاء الله يعني يكون قريب. وعايزين يا جماعة الفيديو ده يوصل لكل اهل فلسطين وكل فلسطيني وكل عربي حر يهمه هذه القضية، عشان كده انا بجيب هذه القضية من وقت للتاني، ولكن الموضوع اللي انا بجيبه لحضراتكم ده من كام ساعة نزل كده. يعني امريكا منزعجة من الغاء قانون اسرائيلي بيحظر الاستيطان في شمال الضفة الغربية في اتجاه ناحية اخواتنا في فلسطين، وفي ارباك وارتباك في الكيان، وعندهم مظاهرات وعندهم حاجات كتير جدا، والسفراء في بعض الدول العربية بينسحبوا وبيتم طردهم. في حاجة بتحصل يعني انا شايفها لصالح
الشعب الفلسطيني، حتى لو المؤشرات بتقول عكس كده، والعلم عند رب العالمين. ده مش تنجيم ولا ده اي شيء، عشان بس الناس ما تفتكرش ان يعني الكلام ده رايح لاي حد. احنا لا نؤمن بغير الله سبحانه وتعالى، ومن خلال المتابعة الجيدة بنقول لحضراتكم هذا الشيء، ونتمنى الخير يحدث لكل الدول العربية وللعالم كله، وربنا يبعد عننا وعنكم الوباء وكل الحروب والكوارث الطبيعية. بشكركم جدا، كان معاكم أخوكم مازن المصري. سامحونا علشان على مدار 24 ساعة بنحاول دايما نقدم لكم شيء محترم يليق بكل المتابعين، من الزلازل ومن الأشياء اللي بتهم كل مواطن عربي في العالم كله. شكرا لكم، كل سنة وحضراتكم طيبين في أول يوم من الشهر الكريم. أسيبكم على خير وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.